وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية، ويأتي ذلك بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كل الأنظمة الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي. بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير 2020 وحتى فبراير 2024 نحو 18.7 مليار دولار، وبحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفعت الصادرات من 3.4 مليار دولار عام 2020 إلى 5.1 مليار دولار في 2023، فيما بلغت صادرات الربع الأول من العام الجاري نحو 1.6 مليار دولار، وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة وصلت إلى 859 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية. شاركت مصر في الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين خلال الدورة 33 لاجتماعات البنك الأوروبي والتي انعقدت في أرمينيا تحت شعار معا نعزز الأثر. ألقت كلمة مصر أمام الاجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط التي أكدت دعم القاهرة لجهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا وجنوب الصحراء، مشيرة إلى أهمية تشجيع تبادل الخبرات بين الدول وضرورة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص. كما أكدت الوزيرة المشاط على أهمية تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لزيادة الاستثمار الأخضر للقطاع الخاص من خلال برنامج نوفي ومشاركة التجربة مع دول أخرى. في أسواق البترول العملية ارتفعت أسعار النفط وسجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر المستهلكين للنفط في العالم وهم الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ما عزز الأمل في ارتفاع الطلب عليه. ارتفعت أسعار خام برنت ب 85% لتصل إلى 83.98 دولار للبرميل. صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.5% ليبلغ 80.06 دولار للبرميل، وكذلك قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.8% لتصل إلى 2.5 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.25% لتسجل ما قيمته 2.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع ب 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول بعد نموه ب 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي إلى 3.2% من 2.6%، وأشار إلى الاتفاق والإنفاق الحكومي القوي والاستثمار المرتبط بالحرب رغم العقوبات الغربية. أظهرت بيانات صينية رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة أن حجم استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، سجل توسعا قويا في إبريل الماضي. أشارت الهيئة إلى أن حجم استهلاك الكهرباء ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 741.2 مليار كيلو وات ساعة خلال الشهر الماضي. سجل حجم استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية بالصين زيادة بنسبة 5.9% في إبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع أميرة وإلهام.